السلام عليكم يا رجاله، معاكم شريف محمد وجاي لكم في فيديو جديد. فيديو النهارده بقى جاري جوانتي جديد، هو جوانتي كابتن محمد الشناوي احسن حارس في افريقيا. طبعا يا رجاله هقيم معاكم جوانتي، الجوانتي ده اصلي طبعا، هقيمه معاكم في الملعب دلوقتي من حيث كل حاجه، من حيث الاستلام ومن حيث الاريحيه ومن حيث حركه ايدي ومن حيث الجريب بتاع الجوانتي. وانا مش هطول عليكم، يلا بينا نبدا الفيديو. هنبدا اول حاجه باستلام الكوره. طبعا يا رجاله زي ما انتم ملاحظين انا بدات استلام خفيف من غير ما بل الجوانتي، وانا كنت عارف امسك الكوره بكل سهوله وكل بساطه. طبعا ده كان نتيجه الجريب العالي بتاع الجوانتي زي ما انتم شايفين كده. يا رجاله انا جربت الجوانتي اول حاجه في الاستلام، بس طبعا في تعديل بسيط هقوله قبل ما اتكلم في الاستلام، هو التمركز الصح. ما ينفعش انت تبقى حارس مرمى واقف عادي كده اهو وتمسك الكوره بسهوله، لا لازم تبقى واقف على مشط رجلك كده، تمام؟ دايما لازم تبقى تتحرك على مشط رجلك في الماتش، علشان لو الكره جات لك يمين او جات لك شمال تعرف تمسكها ببساطه. طبعا الجوانتي في الاستلام انا من غير ما بله اهو بمسك الكره بسهوله. تقييمي ليه في الاستلام 10 من 10. طبعا طريقه مسك الكره الصح، ما ينفعش اروح اشتري جوانتي غالي يا رجاله وابقى امسك الكره كده، لا كده الكره هتعدي. مسكه الكره الصح ايدي تبقى ورا الكره كده، تمام، والكره مستحيل تعدي. لكن انت لو رحت جبت جوانتي غالي ومسكت الكره كده الكره هتعدي، فيبقى العيب فيك انت مش في الجوانتي. طبعا الجريب بصراحه عالي يا رجاله، بمسك الكره بايد واحده اهي، تمام، بالشمال وباليمين كل سهوله اهو، كل ده من غير ما بل الجوانتي. فالصراحه لحد دلوقتي الجوانتي في الاستلام 10 من 10. نخش على تاني حاجه التراي الارض. طبعا انا كنت بلمس رجلي بعد كده باخد تراي افرج جسمي على الاخر، ودي كانت الطريقه الصح انك تمسك الكوره. لازم ايدي تبقى ورا الكوره وجسمي كمان، وكان الصراحه الجوانتي مساعدني ان انا امسك الكوره بسهوله من غير ما الكوره تتزحلق من ايدي، وده طبعا كله بسبب الجريب بتاع الجوانتي العالي. طبعا انا جربت التمرين ده في الناحيتين، ناحيه اليمين والناحيه الشمال، وبرده الجوانتي ما كانش مقصر في اي ناحيه. ونصيحه مني لما تيجي تقوم حاول تقوم بيد واحده، ما تقومش بيدك الاثنين عشان تقوم اسرع. قوم بيدك اللي تحت زي ما انا بقوم كده بالظبط، ما تقومش بيدك اللي فوق او بيدك الاثنين، ده هيخلي حركتك اسرع بكتير. وبكده يا رجاله انا جربت الجوانتي في تاني حاجه وهي التراي الارض، وبصراحه الجوانتي كان في الزاويتين جامد جدا وممتاز. بس طبعا انت كحارس مرمى لو عندك الناحيه الشمال ضعيفه حاول تتمرن ضعف التمارين اللي بتتمرن ناحيه اليمين. مثلا لو بتتمرن هنا 5 مرات حاول تتمرن هنا 10 مرات عشان يبقوا الاثنين قد بعض. طبعا اللي كان مساعدني مسك الكوره الجوانتي، الجريب اللي فيه بيتكون من 4 مللي فوم و4 مللي جريب. الجريب يا جدعان يعني الطريقه السفنج اللي انت بتمسك بيه الكوره. طبعا يا رجاله السفنج اللي في الجوانتي ده مش محتاج اقول لك، هو عالي جدا بصراحه. هبدا دلوقتي اوريك الترايات العاليه، هشوف هل الجوانتي ده هعرف امسك بيه الكوره ولا لا، تمام. بس قبل ما اوريك الترايات العاليه انا كده قيمت الجوانتي 10 من 10 في الجريب و10 من 10 في الاريحيه والراحه. طبعا الجوانتي ده مقاس 10 وعلى قد ايدي بالظبط، مفيش فيه فراغات من الجناب، تمام. علشان كده طبعا انا مش مستغرب ان كابتن محمد الشناوي بيلعب بيه. وخلي بالكم انا لعبت بيه ماتشات الدوري كلها على نجيله صناعي زي النجيله دي، وده اللي حصل فيه، بس قعد معايا فتره طويله بصراحه وانا كنت بتمرن بيه والعب بيه. فعلشان كده انا قيمته من حيث الجريب 10 من 10 ومن حيث الراحه 10 من 10. وطبعا السعر مفاجاه هقوله لكم بعد الطريقه العامه. بعتذر لكم طبعا ان انا بتمرن في ملعب خماسي، والفيديو الجاي على قد ما اقدر احاول اتمرن في ملعب 11. وبكده يا رجاله انا خلصت الجزء بتاع الترايات العاليه. طبعا زي ما انتم شفتوا انا مسكت 3 كور وصديت كورتين، بس طبعا بعتذر لكم ان انا عملت الترايات في جنب واحد بس ما عملتهاش في الجنب الثاني، علشان انا الصراحه صايم فمش هقدر اعملها في الجنب الثاني. وبعتذر لكم تاني مره ان انا عملت في الجون الصغير، وان شاء الله الفيديو ده لو جاب مشاهدات هعمل لكم في الجون الكبير. طبعا تقييم للجوانتي كمسك الكوره بصراحه قيمه 10 من 10، الجوانتي عمل اللي عليه وانا مسكت بكورتين بالتراي عالي، والكورتين التانيين كانوا محطوطين صعبين فعلشان كده انا طلعتهم. بصراحه تقييم الجوانتي عالي في مسك الكوره من حيث الجريب ومن حيث الاريحيه، هو خد 10 من 10 معانا، تمام، ومن حيث التصميم والشكل برده 10 من 10. طيب نيجي لاهم جزئيه، سعر الجوانتي ده عامل كام؟
سعر الجوانتي ده بالمصري هيبقى عامل حوالي 2000 جنيه او اكتر شويه، بس كخامه الصراحه انا بنصحك انك تجيبه وتلعب بيه، بس لازم تحافظ عليه كويس جدا، يعني تلعب بيه الماتشات اللي هي بتبقى ماتشات مهمه او ماتشات على النجيله الطبيعي، ما تجيبوش تلعب بيه على النجيله الصناعي وتلعب بيه ماتشات خماسي كتير علشان ما يبصش وما يتقطعش معاك. تقييم الجوانتي بصراحه 10 من 10. وجينا لاخر جزء في الفيديو، انا عامل جزء ختامي صغير. طبعا يا رجاله ده شكل الجوانتي ودي التفاصيل اللي موجوده فيه. بصراحه الجوانتي ده ممتاز جدا نتيجة طبعا التجربة اللي انا جربتها، ان انا استفدت جدا من الجوانتي ده. انا كانت اول مرة في حياتي العب بجوانتي اصلي، وبصراحة فرق معايا جدا، لان انا طول حياتي كنت بلعب بجوانتيات هاي كوبي او جوانتيات تقليد، لكن تجربة الجوانتي الاصلي فرقت معايا، بقيت بمسك كور كانت صعبة عليا ان انا امسكها. الخامة والجريب فرقوا جدا، لان كان في جوانتيات كتير كنت بجربها كان بيبقى كل جوانتي في عيب شكل، في عيب مثلا في تصميم الصابع، في عيب في الجريب، في عيب التاني في الخامه، لكن بصراحه الجوانتي ده ممتاز جدا. ولو هتقول لي السعر بتاعه يستاهل، هو فعلا السعر بتاعه يستاهل، لكن انت لازم تجيب الجوانتي تحافظ عليه، حاول انك لما تجيب الجوانتي تحافظ على قد ما تقدر. ده طبعا شكل الجريب بتاعه بعد ما اتمرنت بيه على النجيله الصناعي، استحمل معايا وعاش معايا فتره طويله جدا من غير اي ضرر او من غير حتى ما يتقطع. في جوانتيات كنت بجيبها اتمرن بيها تمرينتين او ثلاثه الجريب بتاعها بيبقى سيء جدا وبوظ وتتقطع معايا بسرعه. اصل الجوانتي ده رجاله من شركه هولنديه واسم الشركه وان كيبر، وبصراحه منتجاتها كلها عاليه جدا، وكانت اختيار اول لحراس مرمى كتير، وطبعا ابرز الاسامي دي موجود في افريقيا محمد الشناوي. وبكده يا رجاله خلصت فيديو النهارده، اتمنى لو الفيديو عجبك تضغط لايك وتشترك في القناه. ودلوقتي وصلنا للتقييم النهائي للجوانتي. طبعا اول حاجه انا قيمته على اساس الجريب وعلى اساس مسك الكوره، واديته 10 من 10 في التقييم ده، تمام. قيمته على اساس السعر، هو ممكن السعر يكون غالي شويه، فممكن نديله في السعر 8 من 10 بس كخامه وكجوده هو بصراحه عالي جدا وينفع معاك على النجيله الطبيعي وكمان على النجيله الصناعي. بس دي نصيحه اخويه مني ليك، ما تجيبوش وتتمرن بيه عشان ما تهلكوش في التمرين وعشان يعيش معاك لفتره طويله. ده رجاله شكل الجوانتي واسم الشركه وان كيبر، تمام. وفي بقى حاجه نصيحه صغيره عايز اضيفها، انت بتسالني مثلا ازاي بتمرن على النجيله الصناعي وجنبي ما بيتعورش او جنبي ما بيوجعنيش، تمام. هقول لك، ده شورت مبطن لحراس المرمى، تمام يا رجاله، ده شكل الشورت. فده بيبقى فيه طبطينه هنا من الجناب علشان لما اجي اعمل تراي وانزل الجناب بتاعتي ما تتعورش. ده انت حاول تجيبه من اي محل رياضي، ولو عايز اسم محل رياضي بيبيعه انا جبته منه، المحل اسمه ثلاث خشبات موجود في الجيزه، تمام، محافظه الجيزه، وعنده شحن لكل الاماكن حتى شحن السعوديه. ده شكل الشورت، انصحك تجيبه وتلعب بيه، وده هيحميك وهيحمي الجناب بتاعتك كويس جدا. طبعا يا رجاله الشورت ده مفيد جدا لكل الحراس اللي بتتمرن وبتلعب ماتشاتها على النجيله الصناعي. الشورت ده هيساعدك ان هو يحمي جنبك من الاصابه. انا بصراحه لما جبته وجربته عن تجربه شخصيه فرق معايا جدا، لان انا كنت بلعب معظم ماتشاتي ومعظم التمرينات بتاعتي على النجيله الصناعي، وكان جنبي دايما بيتفتح، ما كنتش لاقي لها حل. حتى ما جربت العب بستريتش، الاستريتش ما كانش مبطن، لكن لما انا جبت الشورت المبطن بقيت بلبسه من تحت الشورت العادي في الماتشات. حتى لو تلاحظ هتلاقي حراس مثلا زي مانويل نوير وحراس كتير بتلبسه من تحت، بس مش شرط يكون مبطن، لان الحراس الكبيره دي بتلعب على النجيله الطبيعي، لكن احنا بنلعب على النجيله الصناعي. ده طبعا شكل التبطينه، طبعا التبطينه ناعمه جدا بحيث انك لما تقع ما تحسش باي وجع او ما تحسش باي اصابات. ده انا بنصح بيه لكل الحراس وكل الفئات، الحراس المبتدئ او الحراس الخبره، لان طبعا كلهم بيتعوروا من النجيله الصناعي ومحدش بيسلم من النجيله الصناعي. سعر الاسترتش ده بقى رجال اللي بيسال عليه، سعره كان عامل 250. السعر ده طبعا مش غالي وهتلاقيه في معظم المحلات الرياضيه، انا جبته من محل ثلاث خشبات. طبعا كان معايا اخويا محمود حسن اللي بيصورني. وبكده وصلت لنهايه الفيديو، اشوفكم في فيديوهات تانيه كتير. يلا سلام عليكم.